مشرق من نوره وجه الزمان. أي سر في كتاب الله كان، مشرق من نوره وجه الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان فلا قادرين على أن نسوي بنانا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة.
أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مَنِيٍّ تمني ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على الله أكبر بس
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما الإنسان
الإنسان من علق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.